بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد وهو ابن سلمة، أخبرنا علي هو ابن زيد عن عمارة بن أبي عمار عن عمار ابن أبي عمار قال: سمعت أبا حية البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبين، أي أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم، أي ذكرت عند الله، وقد ذكرت ثم، أي هناك، يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله تعالى عنه لما علم أن الله جل وعلا أمر النبي أن يقرأ عليه سورة لم يكن. حديث آخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ الله سماني. قال: نعم. فبكى رضي الله تعالى عنه. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث شعبة به. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قلت: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك، أي ذكرني الله؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في الحديث؟ قال: نعم. تفرد به من هذا الوجه. طريق أخرى. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال:
حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأها، فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل ثانياً، ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية، يعني دين الإسلام، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيراً فلن يكفره، أي يجزيه الله على ذلك. ورواه الترمذي رحمه الله من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به رحمهم الله، وقال: حسن صحيح. طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي، حدثنا محمد بن عيسى الطباع، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، كنية أبي، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: بالله آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول. قال: فقال: يا رسول الله، أذكرت هناك؟ أي ذكرني الله عنده؟ قال: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. قال: فاقرأ إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غريب من هذا الوجه، والثابت ما تقدم، وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتاً له، تثبيتاً لأبي بن كعب، وزيادةً لإيمانه، تثبيتاً لأبي بن كعب وزيادةً لإيمانه رضي الله عنه. فإنه كما رواه أحمد والنسائي رحمهم الله من طريق أنس رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث سليمان بن سرد عنه، ورواه أحمد رحمه الله عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه: كان قد أنكر على إنسان، كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي رضي الله عنه أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما، أي طلب من كل منهما أن يقرأ، وقال لكل منهما: أصبت. قال أبي: فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية، من الشيطان وسوس له أنت قرأت على الرسول وهذا ينكر عليك، والشيطان نعوذ بالله منه. فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، قال أبي: ففضت عرقا. فعند ذلك تصبب عرقا، وكأنما أنظر إلى الله فرقا، أي خوفا. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: إن الله يأمرك
أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد. فقلت أسألك أسأل الله معافاته ومغفرته، فقال على حرفين، أي تقرأ القرآن على حرفين، فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. وهذا ليس جميع القرآن، إنما بعض القرآن الألفاظ تختلف والمعنى واحد. أنزل الله القرآن على 7 أحرف باعتبار اللغات، لغات العرب تخفيفاً، ولكن في زمن عثمان رضي الله عنه بدأ الخلاف والنزاع، فعثمان رضي الله عنه جمع المصاحف وجعله على حرف واحد قطعاً للنزاع، ونعم ما فعل رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحرف غير القراءات 7، أما القراءات 7 هي صحيحة ومتواترة لا بأس بها، إنما هذا كان اختلاف الألفاظ والمعنى واحد. ففي زمن عثمان رضي الله عنه بدأ الخلاف فجمع القرآن وجعله على حرف واحد قطعاً للنزاع رضي الله تعالى عنه. قال: كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير، فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة، وكان فيما قال: أولم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت، أي الكعبة المشرفة، ونتطوف به، قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا، يعني في هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقرأها عليه، وفيها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كما تقدم. ووقع ذلك يوم فتح مكة، دخل مكة وفتح مكة، ودخل في العام القادم من الحديبية، وجاء معتمراً ومقي 3 أيام ثم رجع. ثم بعد ذلك الله فتح عليه مكة 8 من الهجرة صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ أبو نعيم رحمه الله في كتابه أسماء الصحابة رضي الله عنهم من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني: حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني، حدثني فضيل رحمه الله: سمعت رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليسمع قراءة لم يكن للذين كفروا، فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. حديث غريب جدا، وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير رحمهم الله من طريق الزهري عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن نظير المزني أو المدني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليسمع قراءة لم يكن للذين كفروا، ويقول: أبشر عبدي، أي المؤمن، فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولأمكنن لك في الجنة
حتى ترضى. الموحد الذي وحد الله وكفر بالطواغيت، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال ابن كثير رحمه الله: أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. وقال مجاهد رحمه الله: لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، ما كانوا منتهين حتى يتبين لهم الحق. وكذا قال قتادة رحمه الله: حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن العظيم. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله عز وجل: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، الملائكة عليهم السلام. وقوله: فيها كتب قيمة، قال ابن جرير رحمه الله: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة رحمه الله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد رحمه الله: فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة. وقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، كقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني بذلك أهل الكتاب المنزلة، أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات، تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا، كما جاء في الحديث المروي من طرق: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فطريق النجاة التمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف، ونحذر البدع والأهواء. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا رب العالمين. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا ندعو إلا الله ولا نستعين إلا بالله
ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، نعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له. ولهذا قال حنفاء أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، الصلاة أفضل عبادات البدن، فأفضل الأركان بعد الشهادتين الصلاة. ويؤتي الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاوي، وذلك دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة، اللهم اجعلنا منهم. وقد استدل كثير من الأئمة رحمهم الله كالزهري والشافعي رحمهم الله بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قولٌ باللسان، الشهادتان وما يجب النطق به، وتصديقٌ قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب، إيمان وتصديق بالقلب، وعملٌ بالجوارح، صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأمور التي أمر الله بها. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، رد على الذين يزعمون أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان. فالحق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة عليهم الصلاة والسلام، أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية، اللهم اجعلنا منهم. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة رضي الله عنه وطائفة من العلماء رحمهم الله على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة، لأن الله تعالى قال خير البرية، أولئك هم خير البرية يعني خير الخليقة. فأبو هريرة رضي الله عنه وطائفة من العلماء استدلوا بهذا على أن المؤمنين أفضل من الملائكة عليهم السلام لقوله أولئك هم خير البرية. ثم قال تعالى جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. رضا الله أعظم نعمة. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، يا ذا الجلال والإكرام. وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله ذلك لمن خشي ربه، اللهم اجعلنا منهم، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. الله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا. اللهم ثبتنا على الإيمان واغفر لنا يا رب العالمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي مستعد للجهاد في سبيل الله، كلما كانت هيعة أي صوت للقتال استوى عليه أي على الفرس، ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في ثلة من غنمه، يعني في عدد من غنمه، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به، يسأله الناس بالله ولا يعطي. فإذا سئلت بالله إن كان عندك يعطي، وإلا قل له قولا حسنا. قال المعلق: وقال أبو الهيثم، وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع: أبو معشر نجيح ضعيف في سنده، راو ضعيف، وأبو معشر كذا فيه، والصواب أبو وهب مولى أبي هريرة لم أعرفه. تفسير سورة إذا زلزلت، وهي مكية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، من السور التي في أولها ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم، السور التي ابتدائها حاميم. فقال مثل مقالته الأولى، يعني كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات التي في أولها يسبح لله أو سبح لله. فقال مثل مقالتي، كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. ثم قال: علي به، أي نادوه
فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيداً لهذه الأمة، يوم النحر العيد الأضحى تذبح فيه الأضاحي تقرباً إلى الله. أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيداً لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك، أي كشارب ونحوه، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. إذا كان ما عندك شيء فتفعل هذه الأفعال، تقص شاربك، وتقلم أظفارك، وتحلق عانتك، فالله تعالى يثيبك على ذلك. وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث أبي عبد الرحمن المقري به. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى الحرشي أبو البصري، حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي، حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. كأنه قرأ نصف القرآن إذا آمن بها وأيقن. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سلم، وقد رواه البزار رحمه الله عن محمد بن موسى الحرشي عن الحسن بن سلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. هذا لفظه، يعني إذا قرأها مؤمنا بها وتدبر وعمل. وقال الترمذي رحمه الله أيضا: حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يمان ابن المغيرة العنزي، حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان ابن المغيرة. ومن قرأ هذه السور مؤمناً معتقداً ينال الأجر العظيم. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن والعمل به. وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثني ابن أبي هديك، أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. تزوج تزوج. ثم قال: هذا حديث حسن، تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي، لم يروهن غيره من أصحاب الكتب رحمهم الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 101، فصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ثلاث فوائد: الذي يغض بصره عن المحرمات
لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا ينظر إلى الأمرد، الأمرد الذي لم ينبت شعر لحيته. يورث 3 فوائد: غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن، يورث 3 فوائد: أحدها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الفائدة الثانية أن غض البصر يورث نور القلب والفراسة، أي يلهمه الله. الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، فإن في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، أي يخاف الشيطان من ظله. فعلينا أن نغض أبصارنا عن المحرمات خوفاً من الله، وإذا كان النظر إلى من لا يحل النظر إليه محرماً فالخلوة بمن لا تحل محرمة من باب أولى وأحرى. لا يجوز أن تخلو بالمرأة الأجنبية، وإذا كان النظر إلى من لا يحل النظر إليه محرماً فالخلوة بمن لا تحل محرمة من باب أولى وأحرى، لأن الوساوس الشيطانية تجد لها مجالاً في هذه الحالة، وثوران الشهوة يجد له مبرراً فيضعف العقل عند هذا، ولا يكون له تأثير على زجر الشهوة فتسوقه نفسه الأمارة بالسوء إلى الفاحش. لهذا نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. لا يجوز للمسلم أن يخلو بامرأة أجنبية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت. متفق عليه. والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. لا يجوز للمسلم أن يختلي بامرأة أجنبية. أقرباء الزوج أخوه أو ابن عمه أو نحو ذلك لا يجوز أن يدخل البيت وأخوه غير موجود. الحمو والموت، لأن الفتنة منه أقرب من غيره، فلا يجوز لأقرباء الزوج أن يدخلوا البيت وأخوهم غير موجود. إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه، فلا يجوز لهم الدخول إذا كان أخوهم غير موجود. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. رواه الطبراني في الكبير رحمه الله. وروى الطبراني رحمه الله أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والدخول بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولا أن يزحم الرجل خنزيرا متلطخا بالطين أو حماة أي طين خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له.
لا يجوز أن تلصق منكبك بمنكب امرأة أجنبية. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أخطر ما يكون على النساء خدمة الرجال في البيوت إذا كان هناك اختلاط بينهم وبينهن، خصوصا إذا كان الرجل المستخدم من الشبان، وإن كان له وسمة جمال فأقرب إلى الخطر، وقد يكون أشب من صاحب البيت وأجمل، وهو ملازم للبيت ليله ونهاره، وهو تحت أمر الزوجة أو نحوها، وفي إمكانها إبقاؤه أو طرده، فالخطر عظيم. فلا يجوز للرجل أن يتخذ رجلاً خادماً في البيت ويتركه مع الزوجة، الزوجة ليس معها أحد إلا هذا الخادم، والخادم هذا رجل، لا يجوز. ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. ومن أخطر ما يكون على النساء خدمة الرجال في البيوت إذا كان هناك اختلاط بينهم وبينهن، خصوصا إذا كان الرجل المستخدم من الشبان، وإن كان له وسمة جمال أي صورته جميلة فأقرب إلى الخطر، وقد يكون أشب من صاحب البيت وأجمل، وهو ملازم للبيت ليله ونهاره، وهو تحت أمر الزوجة أو نحوها، وفي إمكانها إبقاؤه أو طرده، فالخطر عظيم. وإن كانت المرأة ذا شرف ومكانة وتأمل قصة امرأة، وإن كانت المرأة ذات شرف ومكانة وتأمل أي فكر قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام حين راودته عن نفسه فاستعاذ بالله من شرهن وكيدهن، فعصمه الله عصمة عظيمة عليه السلام وحماه، فامتنع أشد الامتناع عنها واختار السجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عباد الله، نحن في زمن كله عجائب يعجب العاقل اللبيب، ومن أعجب ما فيه أن الرجال أصبحوا لا سلطان لهم على النساء إلا النادر القليل. الله يقول: الرجال قوامون على النساء، ولكن أصبح كثير من الناس لا قوامة له، أصبحوا لا سلطان لهم على النساء إلا النادر القليل. فعلينا أن نحذر ونؤدب نساءنا وننهاهن عن التبرج والسفور والمحرمات. نعم، أصبحنا في زمن للنساء فيه جبروت أمامه الرجال في حال ضئيل انعكس الأمر، فصار القوي ضعيفا والضعيف قويا. فإن كنت في شك من ذلك فاخرج وانظر في الشوارع، ترى النساء تجول في الشوارع ذاهبات آيبات ويتثنين
في تبخترهن عليهن من الزينة ما يرغم على النظر إليهن، كل من له عينان. ولا تسأل عما يحدثه ذلك النظر في نفوس الشبان وأشباه الشبان، تراه إذا لمحها أتبعها نظره ثم جرى وراءها، لأنه يفهم من هيئتها وتثنيها وتلفتها فهما لا يقال له إنه فيه غلطان، إنه يفهم أنها إذا لم تكن تريد منه ما تريد ما عرضت نفسها في الشارع بذلك التهتك وذلك الازديان، وهي في بيتها أمام زوجها الذي ينبغي أن تتجمل له تكون بحالة تشمئز من رؤيتها نفس الإنسان، تلبس له أردى الملابس ولا تمس طيبا ولا تعتني له، فإذا أرادت الخروج بذلت من العناية في تجميل نفسها ما يلهب نار الشوق إليها في نفوس الناظرين، وهذه حالة تجعل العيون وقفا على النظر إلى تلك الأجسام وتشغل القلوب شغلا به تنسى كل شيء حتى نفسها وربها وما له عليها من واجبات، وتوجه الأفكار إلى أمور دنيئة يقصدها من أولئك النساء أرباب النفوس الدنيئات، بل وتدفع النفوس دفعا تستغيث منه الفضيلة ويغضب له الواحد القهار. إن أولئك النساء زوجات وبنات وأخوات رجال يرونهن بأعينهم في الشوارع بتلك الحال، يرونهن وليس لهم من الغيرة ما يفهم أنهم من صنف الرجال، وأمامهم يجرين الزينة التي يخرجن بها إلى تلك الميادين الملأة بالأنذال، وبعضهم يستصحب زوجته معه سافرة في الشوارع، وربما فهم بعض الفساق أنه يتصيد لها، وذلك يجري على ألسنة كثير منهم. فعلينا أن ننتبه أيها الأخ، عصمنا الله وإياك وجميع المسلمين، أنت أقوى عقلاً وأقوى ديناً من المرأة، لا خلاف في ذلك، وإن لم يعصمك الله تتمنى أن يكون منك مع المرأة ما يكون إذا وقع نظرك على ما لها من بهاء وجمال، فتأكد كل التأكد أن تمني المرأة أقوى من تمني الرجل إذا وقع نظرها على جميل من الرجال، ولا تشك أنها بعد رؤيتها الجميل تتمنى فراقك إليه، وربما دعت عليك. نحن في جو موبوء بفساد الأخلاق، من تعرض له أصابه من ذلك الوباء ما يضيعه في دنياه وفي الدين، فصن نساءك عن الخروج إليه إن أردت العافية، وإلا فلا تلم إلا نفسك إذا أصبحت في عداد الضائعين والضائعات، أنت ترى كل يوم ما يكون في الطرق لنساء غيرك، فلا تشك أن نساءك يلاقين مثله وأشد منه، وأي رجل يرضى أن تخرج نساؤه ليلعب بعفافهن وشرفهن من لا دين له ولا شرف ولا أخلاق، إن البهيم يغار ومعارك ذكور البهائم على إناثها معروفة، فلا تكن أقل غيرة من البهيم، ولولا أننا نرى بأعيننا مبلغ ضعف رجالنا أمام النساء ما صدقنا أن يستصحب الرجل زوجته سافرة راكبة أو غير راكبة تقدمه. أيها الأخ، أنت الذي تلقى المشاق من حر وبرد وأنت مشغول بالكد لأجل جلب الرزق، يكون منك ذلك لتطعم المرأة وتكسوها وتنعم عليها، ففضلك عليها كبير، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وأنت أرجح منها عقلاً وأكمل ديناً، فمن الغلط أن تكون معها كالعبد المملوك يصرفه مولاه كيف شاء، وإذا كنت كما ذكر الله قواماً عليها
فأنت مسؤول عنها لأنك راعيها، والراعي مسؤول عن رعيته، فأنت مثاب إن وجهتها إلى عمل الخير، وآثم إن سكت عنها وهي تعمل أعمالاً ليست مرضية. فانظر ماذا عليك من الإثم في خروج زوجتك، وما يترتب عليه من بلايا مرئية وغير مرئية، فحل بينها وبين ما تعلم أن فيه ضرر عليها، وكل عمل يغضب ربك، وإلا فأنت شريك لها في كل ما لها من أوزار. كل هذا سببه مخالطة ربائب الاستعمار الذين تشبهوا به وقلدوه في الأقوال والأفعال، وقلدهم كثير من نسائنا. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احفظنا من المخالفة والعصيان، اللهم احفظنا من المخالفة والعصيان، ولا تؤاخذنا بجرائمنا وما وقع منا من الخطأ والنسيان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.